29 من يونيو من عام 1884 ولد الفقيه القاضي والوالي أبو زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي، إلا أن المصادر تشير أيضا إلى تاريخ 9 من يوليو من نفس العام، كما تختلف في مكان ولادته بين بلدة تنوف ومدينة إزكي التي نشأ بها وانتقل منها إلى إبرا. تعلم القرآن على يد والده وعمه، والتحق بمدرسة السالم في القابل، وسافر إلى زنجبار ولم يبق فيها طويلا، ورافق السالم لأداء الحج، وتتلمذ كثيرون على يده. اهتم بترميم سور وحصن بهلة، وكانت له حلقات علمية، وله خطبة طويلة في مبايعة الإمام سالم بن راشد الخروصي، له كتاب مناسك الحج وكتاب في النحو وأجوبة فقهية ومجموعة فتاوى. توفي أبو زيد الريامي في بهلة يوم 15 من يونيو من عام 1945. التاسع والعشرون من يونيو من عام 2007 توجه إلى الصين وفد رسمي برئاسة وزير التربية والتعليم آنذاك يحيى بن سعود السليمي للمشاركة في حفل تدشين كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين.